السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين تاعي. اليوم ما هوش فيديو تاع شروحات، فيديو تاع راح نرتاحوا خاطر 2016 جايه باش ان شاء الله نبداو خدمه صحيحه. اول شيء 2015 كانت سنه ممتازه على كل الجوانب، يعني في الجوانب الحياه اليوميه بديت الباك، زدت راني حليت لاشين هذي في سمانتين، عندي 11 ابوني على حسب اخر مره شفت، واللي ان شاء الله راح يزيدوا يكثروا في 2016. اختار 2016 راح نغير ونعود نخدم بزاف ونركز على عشان بزاف، لانه في السابق كنت نديرها مجرد ترفيه، لكن الان يعني واجد باش نخدم في لاشين، نزيد ان شاء الله نطورها باش نكون عند حسن ظنكم. وفي جانب اللعب 2015 كانت شاد العاب كثيره، مثل ذا ويتشر 3، فال اوت 4، بلاك اوبس 3، رايز اوف ذا تومب ريدر. شفنا واخيرا روكستار اعلنت عن جي تي اف 5 تاع المايكرو. كاين شوي كوارث السنه مثل كارثه اركم نايت الحاسوب، لكن على العموم السنه 2015 افضل من 2014، وان شاء الله تكون 2016 افضل منها السنتين اللي فاتوا، واللي يجيو امكانيين بزاف راح يجيو 2016 يجيو يبشروا بالخير. وفي الاخير انا حاب نقول لكم فرات، كش بعد عنده هدف 2015 ما داروش ولا ما قدرش ينفذوا، معليش العوام راه ما زالوا، والهدف هذاك قادر انك تحققه في 2016. ما عليك غير انك تبذل وحط في بالك برك الحاجه اللي بغيتها راك توصلها، لكن انت هو الحاجز تاع نفسك. ما كون تحب خدمه ولا تحب تحل شان في يوتيوب ولا اي شيء على جانب الحياه اليوميه، راهو انت اللي ما بغيتيش، ماكش انت اللي ما قدرتيش. وكش ما عندكم اهداف مسطرينها في 2016 ما تخافوش وقولوها لي في التعليقات لتحت، وحطوها في بالكم بلي راني يعني نقرا التعليقات بكل، سواء يكون مارك ولا يكون مليح ما يهمنيش، المهم اني نقرا ونحاول نجاوب على كامل اسئلتكم واستفساراتكم تحطوها لي في التعليقات. والهدف انا اللي باغيه بالنسبه لقناتي، انا باغيها انها نلحقوا 100 ابوني واكثر، ساهموا معنا وحاولوا انكم تنشروا القناه بين صحابكم وخواتكم ولاد عمكم، اي واحد تعرفوه تشوفوا شوي مهتم بالالعاب والجانب هذا، ما لي غير انه يدير ابوني. وفي الاخير كاين حاجه باغي نديرها ديما في الفيديو تاعي، نقول لكم غير ريممبر لايك شير سبسكرايب، سي يو نيكست تايم.